الحمد لله الذي خلق فأبدع، وصلى الله وسلم على خير الرسل وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم نلقاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نصيحتي المختصرة لكم أن تعتنوا بضبط الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فإن إعراب القرآن الكريم وكذلك ضبط الحديث الشريف قد اعتنى به العلماء رحمهم الله تعالى، مقتدين بذلك بالآيات الواردة في التصحيح وبالأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في النقل. فمن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا هذه المقالة، أو سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لي وقفة سريعة مع هذا الحديث. قد وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة والنور لمن وعى مقالته فأداها وبلغها كما سمعها، وهذا ينبهنا إلى ضبط الأحاديث الشريفة. وبعد هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا الحديث قد روي عدة روايات، فمنها في سنن أبي داود، ومنها في سنن الترمذي، وفي سنن ابن ماجه، وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى بروايات مختلفة. قول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه، هذا ينبهنا إلى أمر مهم، وهو تصحيح خطأ قد شاع عند بعض الناس. هذا الخطأ قول بعضهم، يقولون كل محدث فقيه، يقولون كل محدث فقيه، ولكن هذا الحديث يدل على أن الإنسان قد يكون محدثا ولا يكون فقيها، لقوله عليه السلام ورب حامل فقه ليس بفقيه، يعني أنه يحمل الفقه الذي هو الحديث ولكنه ليس بفقيه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. جزاك الله خيرا. وفي هذا الشطر من برنامجنا أوجه ندائي دعوة التحدث إلى نائب مشرف الجامعة فضيلة الشيخ أبو الحسن خالد محمود الحزيفي حفظه الله، أن يأتي وينصح أبناءه وطلابه.